يعني الجانب الامريكي اليوم يحاول ان يضبط نفسه، لان هناك عارفين اليوم عمليه قتال وصراع ويعني وحرب ما بين يعني حماس وما بين الكيان الصهيوني، والدعم الاساس الكيان الصهيوني الجانب الامريكي. ايضا هناك جبهه اخرى قديمه هي الحرب الاوكرانيه الروسيه. اليوم الجانب الامريكي لا يريد ان يشعل جبهه جديده، تعرفين اذا ما استخدم الاراضي العراقيه نعم. وبالتالي بدا يعني على تصفيه بعض العناصر، قد يكون هناك دخول لبعض القوى والخسائر المقاومه موجوده خاصه يعني في ايران وفي لبنان، وهذا سيعرض القوات الامريكيه الى خسائر كبيره، وهو اليوم يعني يكون يعني متاني في هذا الجانب ولا يريد ان يعطي او يفتح جبهه جديده عليه في هذا الجانب. اذا طيب بسؤال اخير سيد غازي، يعني هل سترد واشنطن عسكريا بقدر استخدامها ملفات اخرى للضغط على الحكومه للتدخل وكبح جماح الفصائل؟ هو انا اللي سيكون الورقه الان التي ستستخدمها يعني امريكا هي عمليه الضغط خاصه في الجانب المالي والجانب الاقتصادي، الجانب الصناعي، الجانب التجاري، ستعمل على الضغط على الحكومه في هذا الجانب، وبالتالي ستعمل على ايقاف الحكومه بالمال مقابل النفط الذي موجود في بنك التي بي اي. انا في تقديري هذه ستكون لعبه الجانب الامريكي في هذا الجانب حتى تضغط على الحكومه العراقيه ان تستعجل في اتخاذ القرارات وتحجم دور هذه الفصائل التي تحاول ان تشعل حرب داخليه او تشعل فتنه داخليه، وبالتالي انا في تقديري هو هذا الملف الاكثر استخداما للجانب الامريكي.